شايفين الجمال؟ شايفين؟ يا الله يا افاتار وود راح تجننوني، انا قلبي راح يوقف مع هذه التحديثات حقت افاتار وود هذه الرهيبة. والله انه شيء خرافي، مرة متحمسة. شوفوا كيف، شوفوا التفاصيل، شوفوا الفرشة، انا حقت الشعر مرة عجبتني شكلها، كيف قلبه حماس يا الله. وحاطين مكان استحمام اثنين، شايفين؟ شوفوا هذا اللي هنا والثاني اللي على الارض، اللي هو ايش يقولوا له انتوا؟ احنا نقول له بانيو، انتوا ما ادري ايش تقولوا له. المهم فمرة عجبني الحمام، خيالي بالله الحمام كده. كيف الغرف راح تكون؟ كيف المكان اللي يجلسوا فيه راح يكون؟ كيف غرفة النوم راح تكون؟ والله مرة متحمسة للتحديث، التحديث ان شاء الله ينزل يوم الخميس، وان شاء الله ما يتأخر علينا. اذا ما انت مشترك في القناة اشترك في القناة عشان انزل لكم كل يوم اخبار، واحد اخبار وتحديثات افاتار وود. معليش كلامي مرة مرة متحمسة، بس هذا هو مقطعي.